قصص مستوحاة من الواقع. في بلدة جابادا بجمهورية غينيا بيساو يكاد يكون جل السكان من عائلة واحدة. النشاط الفلاحي المعيشي إلى جانب الصيد يغلب على هذه القرية التي تطل على الماء من رأس بونتا دي جابادا. في أسرة دونغو كان عبد الله الابن البكر، وكان يتحمل الكثير من مسؤوليات الأسرة إلى جانب والده مامادو دونغو. ولم يكن في حياة هذه الأسرة التي تتكون عدا الأبوين من 6 أفراد آخرين، 4 منهم بنات، ما يجعلها مختلفة عن باقي الأسر. وكان ألسان الأصغر سنا يفصله عن شقيقه الأكبر عبد الله 7 سنوات. في العام 2003 كان ألسان في 15، وهو سن صار يسند فيه إليه غير يسير من المهام، في مقدمتها تفقد الأراضي الفلاحية التي تستغلها عائلة دونغو. ولم تكن تلك مهمة يسيرة، فكثيرا ما ضبط في تلك الأراضي من يحاولون السطو على ما فيها من طرائد أو الاستحواذ على المحاصيل حين يحل موعد حصادها وقطافها. ولم يكن المتطاولون على تلك الأرض من سكان جابادا أنفسهم، ولكنهم يأتون من مناطق أخرى، وكثيرا ما كان الأمر ينتهي بمواجهات عنيفة ودامية. في يوم من أوائل مايو طلب مامادو دونغو من ولده ألسان أن يذهب لتفقد أراضي العائلة، وكانت زرعت أرزا، وانطلق الفتى بعيد الفجر، ولكنه لم يعد وقد مالت الشمس إلى المغيب. وأثار تأخره في العودة قلق والديه وباقي أفراد الأسرة. كان عبد الله قد عاد لتوه من رحلة صيد مع رفاق له من القرية، ولما سمع خبر تأخر شقيقه في العودة من الحقول انتابه إحساس بأن مكروها أصابه. لم يتأخر لحظة في الانطلاق للبحث عنه. لما وصل كان الأفق متوهجا بلون الشفق. تقدم وسط حقول الأرز يناديه، لم يأته رد. توغل أكثر في الحقل فلاحظ بقعة بها أثر خطوات كثيرة، ولم يستبعد أن تكون تلك البقعة شهدت معركة ما. على بعد أمتار قليلة شاهد شيئا ما مكوما، ثم إن سمعه التقط ما يشبه الأنات. أسرع إليه فاكتشف شقيقه الأصغر ملقى على وجهه. ناداه باسمه ولم يأت منه إلا تلك الأنات، ولما قلبه ظهر السكين الذي طعن به في الصدر. ثم إنه فتح عينيه وبدا له أنه يحاول الابتسام، ولكن شدة الألم تمنعه. صرخ عبد الله يسأله من فعل به ذلك. بعد جهد كبير سمعه ينطق اسما، أجيبو. نطقه متقطعا لفرط ما كان يعتصره من ألم. حمل عبد الله شقيقه ألسان على كتفه وخرج به من حقل الأرز الموحل. لما بلغ به منزل العائلة كان في الرمق الأخير، وما لبث أن أعلن حكيم القرية وفاته. عم منزل عائلة دونغو والصراخ والعويل، وعلم كل من كان في القرية أن الفتى ألسان مات مقتولا بينما كان يتفقد حقل الأرز. انزوى عبد الله في غرفته المظلمة، لم يوقد السراج، ومضى يفكر في السبيل التي توصله إلى قاتل شقيقه. لم يكن اسم أجيبو الذي كان آخر ما نطق به ألسان غريبا عنه، إنه يعرفه جيدا. كان أجيبو دودا في مثل سنه، ويسكن قرية إنشودي، وقد سبق له أن اصطدم به في الحقل نفسه حيث عثر على شقيقه وهو في أنفاسه الأخيرة. قد يكون جاء إلى هناك لسرقة بعض المحصول، أو إنه جاء يريد الانتقام. في المرة التي اصطدم فيها بعبد الله انسحب وهو يجر أذيال هزيمة نكراء. من الركن المظلم الذي آوى إليه كان يأتي نحيب والدته وإخوته، وأصداء أصوات جيران جاءوا يواسون العائلة.
يعلم أبدولاي أن عليه أن يعد جيداً للثأر لدم أخيه، ويدرك تمام الإدراك أن أفضل وجبات الانتقام تلك التي تؤكل باردة. عليه أن ينتظر بعض الوقت حتى إذا ما وجه الضربة إلى عدوه كانت قاصمة قاضية. لا يدري أبدولاي ما إذا كان أجيب دودا ارتكب فعلته بمفرده أم أنه فعلها مع شركاء له. في كل الأحوال فإنه قتل فتى لا يضاهيه سنا ولا قوة، ثم إنه جاء معتديا كما جاء معتديا في المرة التي نال فيها من الجزاء ما كان يستحقه. لما تنفس الصبح ولم يكن ذاق طعم النوم في تلك الليلة، خرج من غرفته ومضى رفقة رجال من القرية إلى المقبرة حيث حفر قبر شقيقه الأصغر الأسان، روى تربته بغير قليل من دمع جرى من عينيه في صمت. يرى أن الأسان ذا 15 ربيعا حرم من حقه في الحياة، وأن جزاء أجيب دودا القتل وليس دون ذلك من جزاء. ظهر ذلك اليوم ووري جثمان ألسان الثرى ودخلت عائلته في حداد. ما لم يكن يعلمه أبدولاي أن قاتل شقيقه خرج هاربا من قريته إنشودي قبل أن تشرق شمس اليوم التالي للجريمة. كان تضامن أهل قرية جابادا مع عائلة مامادو دونغو واسعا وصادقا. الناس هناك لا يأمنون تعرض محاصيلهم للسرقة أو الحرق من قبل غرباء عن القرية، ويجدون في التضامن قيمة لا ينبغي التفريط فيها. في خضم ذلك التضامن طلب أبدولاي من صديقين له استقصاء أخبار أجيبو بأن يذهب إلى قريته إنشودي ويأتي بالنبأ اليقين. كذلك علم أن أجيبو خرج من القرية بعد أن اقترف جريمته. وكان أهم ما جاء به صديق أبدولاي أن القاتل ودع عائلته وأصدقائه وأبلغهم بأنه سيأخذ طريق الهجرة إلى أوروبا. لم يكن في الأنباء التي جاء بها ما يفيد بوجود شركاء لأجيبو في جريمة قتل ألسان، وقد ظن أنهما لم يقوما بجهد كبير لمعرفة ذلك أو لاكتشاف ما إذا كان باح بجريمته لأحدهم. لم يعد ذلك هو الأهم لدى أبدولاي، بل أن يدرك أجيبو ويأخذ بثأر أخيه. لم يكن يخفى على أبدولاي أن سعيه إلى الانتقام سيكلفه من المال والوقت ما قد يفوق ما يتوفر لديه من إمكانيات، وقد يكلفه حياته، ولكنه يظن أنه يستطيع رفع هذا التحدي، وأن الرحلة مهما كانت شاقة سيستطيع القيام بها وإنجاز مهمته كاملة غير منقوصة. هو الآن في 22، وقد صار منذ سنين يتحمل غير قليل من المسؤوليات في أسرته، وأنه قادر على أن يتقفى أثر قاتل أخيه ألسان ويقتله. ومع كل تلك الثقة في النفس التي لديه، يرى أن من واجبه أن يتدارس الأمر مع والده. كان قد انقضى أسبوعان على مقتل ألسان لما جلس إلى والده المكلوم، عرض عليه ما هو مقبل عليه، أنصت إليه والده بكثير من الإمعان والتأمل، بدا مترددا في الموافقة على خطة أبدولاي، ولكنه لم يعارض فكرة الثأر لدم ابنه الأصغر الذي راح ضحية مجرم من قرية إنشودي. وبعينين دامعتين أعلن مامادو دونغو موافقته على الخطة، وألح على أن تنفذ مع الحرص على عدم استثارة قرية إنشودي، واتفق على أن ينطلق فجرا دون أن يخبر أحدا بتحركه. سلمه والده بعض المال، وحمل في كيس من ثوب لا زال يحمل اسم نوع من الأرز بعض الملابس، وتمنطق بسكين وأخذ في يده هراوته. لما خرج كانت القرية تغط في نومها، رافقه والده حتى مشارف الطريق التي تنطلق إلى إنشودي، وعانقه بحرارة ودعا له بالتوفيق في مهمته. مشى الشاب عبر حقول الأرز نحو ساعتين قبل أن يبلغ مشارف إنشودي،
وبتلقائية وقف وأطال النظر إلى القرية النائمة، ثم واصل السير إلى أن بلغ الشاطئ. كان عليه أن ينتظر ظهور قارب يقله إلى الضفة الأخرى. فكر أبدولاي في التجول قليلا في شوارع العاصمة بيساو، علّه يصادف في طريقه ذاك الذي يبحث عنه. حرارة مطلع يونيو مرتفعة والرطوبة العالية في الجو لم تكن من العوامل التي تشجع على البقاء طويلا في بيساو. أمضى هناك 3 أيام، التقى معارف له، منهم من أكد له مرور أجيبو من هناك. قيل له إنه توجه إلى زيغنشور، عاصمة إقليم كازامونس في السنغال. كان في تلك المعلومة ما يؤكد ما جاء به صديقاه من قرية إنشودي، والتي تخبر بأنه يريد التوجه إلى أوروبا. يعلم أبدولاي أن لا سبيل أمام أجيبو إلا البحث عن مهربين ينقلونه إلى جزر الكناري، فقد سمع منذ فترة بوجود شبكة لنقل المهاجرين إلى ذلك الأرخبيل البعيد. وكانت رحلات الهجرة غير القانونية تلك تنطلق من نقاط عدة على سواحل غينيا بيساو نفسها وعلى ساحل غامبيا. قد لا يكون قاتل ألاسان تمكن من الإبحار. في كل الأحوال سيظل يبحث عنه من حيث ما مر. وكذلك توقف في مدينة كانتشونغو، جال في شوارعها عدة أيام ولم يكن قد زارها من قبل. وعلى مدى تلك الأيام التي أمضاها هناك لم يصادف أحدا ممن يعرفهم، ولم يثمر بحثه المضني عن أجيبو. لاحظ أن ما قدمه إليه والده من مال بدأ ينقص، ولذلك فكر في العمل من أجل توفير ما يكفي لبلوغ جزر الكناري. وقد تمكن من الحصول على عمل في أحد المطاعم، وكذلك مدد مقامه في كانتشونغو، وتمكن من ربط علاقات مع بعض زملائه في العمل. على بعد 120 كيلومترا من كانتشونغو في ساو دومينغوس، كان أجيبو قد أمضى عدة أيام يتسكع في المدينة. كان واضحا من ملامحه وهندامه أنه غريب عن البلدة. وبعد أن ظل يقتات على ما يتصدق به عليه من طعام، تمكن أخيرا من أن يجد عملا في ورشة لإصلاح القوارب، وحسب عمله ذاك فأل خير، وأن إبحاره إلى أوروبا لن يتأخر. وقد دار بخلده أكثر من مرة أن يستولي على واحد من تلك القوارب الصغيرة وينطلق بها في النهر انتهاء إلى المصب، ثم يمخر بعد ذلك عباب المحيط. كذلك كان يحلم، وحين يعود من حلم اليقظة ذاك يرى جليا استحالة تنفيذ ما يجول في خياله. كان مطمئنا إلى أن جابادا وإنشودي بعيدتان. يظن أن ذلك الفتى الذي قتله في حقل الأرز قد ووري الثرى، ولأهله أن يعيشوا حدادهم ويتجرعوا أحزانهم. هو الآن بعيد عن قريته إنشودي، ولن تصل إليه يد الثأر والانتقام. كلما أمعن التأمل فيما جرى قال لنفسه إنه انتقم للإذلال الذي تعرض له على يد أبدولاي شقيق ألاسان. لا يبدي أسفا، لقد أخذ الوجهة التي لن يعود منها، لقد انتهى كل شيء يخصه في إنشودي، لن يعود إلى هناك. في عمله وهو الأول في حياته كان أجيبو يمضي النهار يعيد صباغة القوارب التي يستعملها الناس في ساو دومينغوس وما حولها في التنقل عبر المجاري المائية العديدة التي تربط أوصال تلك المنطقة. وكان يشد سمعه وكل اهتمامه ما كان يدور في الورشة من أحاديث حول رحلات الهجرة غير القانونية. وكذلك سمع ذات يوم من يحكي عن رحلات تبدأ من المياه قبالة كاب سكيرينغ التي تقع مباشرة بعد الحدود مع السنغال. علم أن الإبحار يتم ليلا، وأن قوارب للصيد الساحلي تتولى نقل المرشحين للهجرة إلى المياه الدولية، حيث تكون على موعد مع سفينة تجارية تربط إليها تلك القوارب فتقطرها حتى تصير قبالة جزر الكناري.
كان ذلك في نظره مدهشا، ولو أنه محفوف بأخطار لا ينبغي الاستهانة بها. رسخ في ذهن أجيبو أن تلك هي الطريق التي سيسلكها في هروبه من غينيا بيساو، وصار يمهد للوصول إلى من يقف وراء تلك الشبكة. في مدينة كانتشونغو كان عبد الله يعمل بجد من أجل توفير المال الكافي لرحلة اللحاق بأجيبو والثأر لدام ألاسان والعودة منتصرا إلى جابادا بما يشفي غليل أبويه وأخواته. لم يخفي عبد الله عن زملائه في العمل رغبته في الرحيل إلى أوروبا، ولكنه لم يأتي يوما على ذكر الأسباب التي تكمن وراء رغبته القوية تلك في ركوب البحر إلى المجال الأوروبي. في صيف العام 2003 كان أجيبو دودا قد أمضى نحو 3 أشهر في ساو دومينغوس بعد أن غادر قريته إنشودي خوفا من أن يأتي من يقتله ثأرا لدم ألاسان دونغو اليافع ذي 15 ربيعا من قرية جابادا الذي حاول أن يثنيه عن سرقة بعض المحاصيل، فوجه إليه طعنات قاتلة وتركه ينزف في حقل الأرز. يظن نفسه في مأمن هنا في ساو دومينغوس، وقد وجد عملا في ورشة لإصلاح القوارب، ولكنه لم يتخلى عن قراره بالرحيل أبعد من ساو دومينغوس ومن غينيا بيساو كلها. لقد وضع أوروبا غاية لرحلة الهروب التي بدأها منذ مايو من العام 2000. لم يكن يعلم، وأن له أن يعلم، أن عبد الله دونغو الشقيق الأكبر لألاسان قد خرج في أثره يطلب رأسه. لم يكن يعلم أن عبد الله يوجد على بعد 100 كيلومتر في كاتشونغو يعمل في مطعم هناك مترقبا أن يتوفر لديه من المال ما يمكنه من مواصلة رحلته. كان يعلم أن أجيبو يريد الفرار إلى أوروبا، وقد عزم على مطاردته هناك وأن لا يعود إلا بعد أن يتم المهمة التي من أجلها فارق أهله في قرية جابادا. من خلال العلاقات التي أقامها مع زملاء له في العمل ومع بعض الزبائن الأوفياء، تمكن عبد الله من أن يكون فكرة أولى عن إمكانية الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. كان هناك سماسرة ووسطاء بين الراغبين في المغامرة وشبكات التهريب، وسمع كما سمع بذلك أجيبو بتلك الرحلات التي تنطلق من كاب سكيرينغ التي تقع مباشرة بعد الحدود مع السنغال. كان المبلغ المطلوب يتراوح بين 1000 و1500 يورو، أي ما يعادل 66,000 إلى 75,000 فرنك. ولم يكن هينا توفير ذلك المبلغ، بل إنه بالنظر إلى الأجر الذي يتقاضاه في ذلك المطعم يكاد يكون مستحيلا، ولكن ذلك لم ينل شيئا من إصراره على مواصلة رحلة الثأر. تمكن أجيبو من التعرف على أحد سماسرة الهجرة غير القانونية، قدم نفسه باسم فيليب مجردا من كل لقب آخر. كان رجلا يبدو في 40، وكان ما يثير الانتباه فيه نظاراته الشمسية الواسعة التي تغطي نصف وجهه، ولم يكن يتخلص من تلك النظارات حتى بعد أن تغيب الشمس، ولم يكن أحد يجرؤ على التعليق على ذلك. قد يكون فيليب يريد إخفاء وجهه، وربما كانت له في نظاراته السوداء تلك مآرب أخرى. قال له ذات مساء لما التقيا في الورشة إنه سيخفض له ثمن الرحلة إن هو أصلح له قاربه، ودون أن يدع له فرصة للتعليق أضاف أنه ما قدم له ذلك العرض إلا استجابة لرجاء من صديق مشترك. رأى أجيبو أن العرض الذي قدمه فيليب مغري بالنسبة لشاب في مثل قواه البدنية، لم يكن عصيا عليه القيام بالمطلوب ومنح قارب فيليب عمرا جديدا، بل إنه قرر أن يبذل من الجهد أقصى ما يمكنه للاستجابة لطلب سمسار شبكة تهريب البشر. أمضى ساعات طوالا ينكب على معالجة ذلك الزورق المصنوع من جذع شجرة حتى أعاده إلى الحال التي كان عليها يوم وضع على الماء للمرة الأولى،
وطلاه بمواد تحميه من تأثير المياه ومن التسوس، ثم إنه منحه لونا بنيا فاتحا وأصلح المجذاف وصبغه بلون أخضر. كان يشتغل على ذلك الزورق فيما بعد أوقات عمله في الورشة. بعد 20 يوما جاء فيليب ليستلم زورقه. كادت تسقط على الرمل نظارتاه السوداوان وهو يقفز فرحا. عانق أجيبو بحرارة وأوحى له بأنه سيترجم رضاه ذاك وفاء بوعده. في الحقيقة لم يكن صاحبنا فيليب ليخسر شيئا. ما سيقوم به أن يسلم أجيبو للمهربين، سينتهي دوره هناك. إن نجا ونجح في بلوغ أرخبيل الكناري فذاك، وإن لم ينجح وابتلعه موج المحيط فإنه سيكون ذاك قدره. أما هو فيليب فسيبقى على اليابسة، وسيكون بإمكانه أن يستمتع بزورقه في المجاري الهادئة. وبينما بدا لأجيبو أن ركوب المحيط صار قريبا وفي متناول اليد، كان أبدولاي يجهد نفسه في العمل ابتغاء مدخول إضافي. ما كان يخفف مما يعانيه أن صاحب المطعم وفر له المأكل والمأوى، وفي ذلك ما يوفر عليه مصاريف لا يستهان بها. كان الشاب حين يأوي إلى فراشه يمضي من لياليه أوقاتا تمتد أحيانا إلى الثلث الأخير من الليل، يفكر في تلك المهمة التي أوكلها إلى نفسه أن يأخذ بثأر أخيه. وكان في كل مرة يخلص إلى أن المسافة بينه والهدف الذي خرج من أجله تطول. صار يفكر في الرحيل عن ساو دومينغوس، فكر في التوجه إلى زيغنشور في إقليم كازامونس في السنغال، ولكنه خشي أن يعلق هناك وأن يضيع منه المزيد من الوقت. ما يقرب من 4 أشهر انصرمت الآن على خروجه من قريته جبادا. لا يخامره شك في أن والديه وإخوته يساورهم الآن قلق على ما قد يكون آل إليه سفره، ويعلم أن لا أحد سيذهب إليهم بأخباره. ذات مساء من شهر غشت من العام 2000، طلب أبدولاي مقابلة صاحب المطعم الذي يعمل فيه منذ أكثر من 2.5 شهر. أبلغه بأنه سيترك عمله نهاية الشهر. حاول رب المطعم أن يقنعه بالبقاء لما لمس فيه من الجد والتفاني في العمل، بل إنه وعده بزيادة هامة في الأجر، ولكن أبدولاي رفض العرض. لم يكن رب المطعم يعلم أن ما يسعى إليه يتجاوز لديه أهمية المال. هو في سباق ضد الزمن للثأر لدم شقيقه الأصغر، ويرى أن ثأره كلما عجل بأخذه كان أفضل. في آخر غشت تسلم أجره، وزاده صاحب المطعم عليه مبلغا من 4000 فرنكات وودعه. كان قد نضج في ذهنه أن يتوجه إلى أقرب بلدة من كاب سكيرينغ. كل المناطق التي سيعبرها ستكون له اكتشافات جديدة. صباح ذلك اليوم قبل أن ترتفع الشمس في الأفق، خيم على ساو دومينغوس ضباب كثيف. كان أجيبو على موعد مع فيليب عند النهر غير بعيد عن ورشة إصلاح الزوارق. جاء يسوق سيارة نفعية محركها يمزق صمت المكان، وتأتي من عادمها رائحة بنزين غير مكتمل الاحتراق. توقفت السيارة وظل محركها يلهث. أشار فيليب إلى أجيبو أن يركب، ألقى بما معه من متاع في صندوق السيارة وركب إلى جانب فيليب. للمرة الأولى سيراه بدون نظاراته الشمسية الواسعة. قال له إنهما سينطلقان إلى زيغنشور أولا قبل أن يواصل طريقهما إلى كاب سكيرينغ. لم ينطق أجيبو كلمة واحدة، واكتفى بأن حرك رأسه موافقا. عم الصمت مقصورة السيارة مسافة طويلة، ثم لاحظ أن فيليب انحرف عن الطريق المعبدة واخترق مجالا غابويا كثيفا. التفت إليه وقال له: لا تخف، سأتبع هذا المسلك تجنبا للمراقبة على الحدود. إذا صرنا داخل التراب السنغالي فسنكون قد حققنا المبتغى. الضباب يصدل ستاره الناصع على الغابة.
أحس أجيبو بلسعات هواء بارد يأتي من الخارج. لم يكن يرى من الأشجار إلا أشباحا وظلالا. ثم بعد مسافة في فسحة بين الأشجار توقف فيليب وطلب منه أن يسلمه 30,000 فرنك التي اتفق عليها ثمنا للرحلة إلى جزر الكناري. كان المبلغ في جيبه أوراقا نقدية لفها بعناية، أخرجها وسلمها له. ابتسم فيليب حتى كادت وجنتاه المكتنزتان تخفيان عينيه، ثم قال إنه سيفي بوعده كاملا. انطلقت السيارة من جديد، ومن بين الأشجار الكثيفة خرجت لتواصل على طريق الإسفلت. خرجت من فم فيليب قهقهة غير مكتملة وقال: نحن الآن في السنغال. ثم أتم قهقهته، أضاف أنهما لن يدخل زيغنشور وسيواصلان إلى كابسكيرينغ. بدا الرجل متعودا على التسلل عبر الحدود بين غينيا بيساو والسنغال. استغرقت الرحلة زهاء ساعتين. لما وصل كابسكيرينغ كان الصبح قد انبلج وخفت وطأة الضباب. اكتشف أجيبو منتجعا سياحيا لم يرى مثله قط. كان يود لو يتجول قليلا هناك، ولكن فيليب قال إن الوقت الذي لديهما لا يسمح بذلك. أيقظ محرك السيارة وانطلق في مسالك رملية مبتعدا عن المنتجع. قاده إلى كوخ أقيم وسط بؤرة غابوية تطل على المحيط، وقد فاجأه وجود 8 أو 9 أشخاص داخل الكوخ. أخبره فيليب بأن عليه أن ينتظر هنا مع المنتظرين، وأن هناك من سيأتي ليأخذهم بعد المغيب. رسم على وجهه ابتسامة عريضة، ومرة أخرى كادت وجنتاه تخفيان عينيه. أقفل الباب ثم انصرف. بين كانتشونغو وزيغنشور لا توجد وسيلة للتنقل الجماعي، ولذلك اضطر أبدولاي إلى قطع المسافة سيرا على الأقدام. كانت رحلة متعبة استغرقت ما يقرب من يومين. اكتشف مدينة كبيرة، مشى في شوارعها متفحصا متأملا مشدوها، ود لو استطاع أن يمكث بها، ولكنه عازم على الذهاب إلى كابسكيرينغ علّه يتصل بمن يجعله يبحر إلى جزر الكناري. يظن أن قاتل شقيقه قد سبقه إلى هناك. لم يكن يعلم أنه لما وصل إلى كابسكيرينغ لم يكن قد انقضى سوى 3 أيام على إبحار عدوه. فقد جاء مساء اليوم الذي أودع فيه ذلك الكوخ مع آخرين، جاء ليلا من قادهم إلى الشاطئ وأركبهم قارب صيد انطلق بهم إلى عرض المحيط يواجه موجا صاخبا. ولما لم يعد يظهر لهم شيء من كابسكيرينغ توقف القارب. انتظر نحو ساعة، ظهرت سفينة تجارية، خفت سرعتها دون أن تتوقف. اقترب منها القارب وربط بها بحبال سميكة. كان على ظهر الباخرة من ساعد على شد الحبال. أمضى عبدالله 3 أيام في كابسكيرينغ، لما التقى في مطعم هناك من توسط له لدى المهربين، وتم الإبحار وفق السيناريو نفسه الذي أبحر به أجيبو. وبعد يومين في مياه المحيط، ولما بلغت السفينة التي قطرت قاربهم قبالة أرخبيل الكناري، تم فك الحبال وتوجه بهم القارب إلى ساحل الجران كانارياس. ولكن زورقا للبحرية الإسبانية اعترض طريقه واقتيد الجميع إلى مرفأ بوسيتو بلانكو. لم يكن الذي حدث مستبعدا في حسابات أبدولاي، بل إنه يعده نجاحا لمرحلة أولى في رحلته. بعد فحص أخضع له المهاجرون تم نقلهم إلى مركز للإيواء في انتظار ما سيتخذ في حقهم. وقد فوجئ أبدولاي والذين كانوا معه بوجود 10 من المهاجرين الأفارقة في ذلك المركز. كانوا موزعين على 10 غرف، وكان يسري بينهم حديث حول نقلهم قريبا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. في اليوم 3 من وجوده في ذلك المركز رأى أجيبو بين النزلاء، أحس بشحنة قوية تخترق جسده حتى إنه كاد يقع أرضا. تماسك وعاد إلى الغرفة التي تؤويه.
عليه أن يفكر مليا فيما سيفعله. كان قد فقد سكينه وهراوته أخذهما منه خفر السواحل الإسبان، ثم إنه اهتدى إلى ضرورة التنكر حتى لا يتفطن أجب إلى وجوده. صار يراقبه من بعيد ويتحاشى اللقاء به في الساحة أو في المطعم، ولما أيقن أنه لم يتعرف عليه قام بإخفاء سكين أخذه من المطبخ. لقد قرر أن ينتقل إلى الفعل وهو يحرص على أن لا يثير انتباه أي كان، التكتم عملته فيما هو مقبل عليه. مساء اليوم الثامن من وجوده في المركز، بعد أن آوى الجميع إلى غرفهم، تسلل إلى الغرفة التي ينام فيها عدوه اللدود. كان يعم الغرفة غطيط بإيقاعات مختلفة. من النافذة يأتي ضوء خفيف من المصباح الذي يتدلى من سقف الممر، كان كافياً ليتعرف على أجيب. مشى بين الأسرة حافي القدمين يخفي سكينه في كم قميصه، ولما أيقن أنه هو استل السكين وبسرعة جنونية وعزم على القتل وجه إليه 3 طعنات على مستوى الصدر. صدرت منه صرخة لم تكتمل، سمعها وهو يسرع نحو الباب، ولكن أحدهم أيقظته تلك الصرخة فأضاء الغرفة. كان عند الباب لم يلتفت وأسرع إلى غرفته. من بعيد كانت تصله أصداء الجلبة التي تلت طعن أجيبو، لا يدري إن كان مات أو تم إسعافه. يكاد يجزم أن لا أحد تعرف عليه وهو يهرب إلى غرفته. ما لم يكن يعرفه أن البصمات التي رفعت من قبضة السكين قادت إليه مباشرة. لعله نسي أن الشرطة الإسبانية قبل أن تدفع به إلى مراكز الإيواء قامت بأخذ بصماته وبصمات كل الذين كانوا معه. قبل أن يتنفس الصبح كان في قبضة الشرطة. هناك علم أن أجيبو لم يصمد لتلك الطعنات ومات من فوره. توبع عبد الله دونغو بتهمة القتل العمد وحكم عليه بالسجن 18 عاما، ومن سجنه بعث رسالة إلى والده مامادو دونغو يخبره بأنه نجح في قتل قاتل شقيقه ألسان. جمع الرجل كل أفراد عائلته في جبدا وطلب أن تقرأ الرسالة على مسمع من الجميع. كان قد انقضى نحو عام كامل على خروج عبد الله يطلب رأس أجيبو دودا.